أوس أكيد جتك بالبداية تعليقات سلبية، ماكو أحد ما تجي تعليقات سلبية، شلون تعاملت ويا هذا الموضوع؟ شلون تعاملت ويا ردود أفعال الناس؟ البعض قال لك ممكن يجيك واحد يقول لك يا معود تجاي السواي تلقاها أكيد، شلون قدرت تتعامل ويا هاي التعليقات؟ احنا نقدر نختصر هذا كله نقول أعداء النجاح. بالضبط. بالبداية أي شوف هاي شفتها أنا بالبداية أنا كأوس شفتها بأصدقائي المقربين اللي هم لازم يكونون إلي دافع. زين. وشفتها بثلاث أشخاص من عائلتي. زين. الشيء بشيء يذكر راح أذكر لك هم في الموضوع سبحان الله إنه كان هذا رد إلهي. زين. عليه. إلى متى؟ أنت كبير عمرك تقريبا ب 33 32 يعني بوقتها. اللي مثلك هسه لازم تتزوج عيب مجتمع هيج انت هيج انت هيج شلون تعاملت ويا هاي التعليقات والشغلات الامور دخل من ذان الايمن طلع من ذان الايسر كنت دائما احاربهم اقول لهم حب لي اخيك كما تحب لي نفسك بالضبط اخي حب لي انت اليوم شوف الغرب انتم قاعده ماشيين عليها زين القاعدة مالتهم إنه اليوم أنا إذا أشوف بيك موهبة أطورها بالفعل إحنا هنا بالشرق نهدمها إذا أشوف بيك موهبة أهدمها